بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا متابعين القناة العلمية للكيمياء السريرية. اليوم راح يكون الموضوع عن حالة مرضية تصيب الأطفال وتعرف بالغاسترو انترايتس، النزلة المعوية عند الأطفال. وهاي الأعراض هذه النزلة المعوية هي وجود الفوميتنج ووجود الدياريا. مصطلح الغاسترو انترايتس راح أقسمه إلى قسمين، هو الغاسترايتس والانترايتس، وراح اعرف الغاسترايتس شنو معناها والانترايتس شنو معناها. الغاسترايتس هو وجود مشكله في منطقه المعده، واهم علامه سريريه تحدث هو وجود الفوميتنج، ولا يوجد غاسترايتس الا بوجود الفوميتنج. اما الانترايتس هو حدوث التهاب في منطقه الامعاء الدقيقه، واهم علامه سريريه نستدل بها عليه هو وجود الدياريا. وعند حدوث الفوميتنج عند الأطفال ممكن أني أشك في ثلاث حالات. الحالة الأولى أشك أنه وجود الإيرلي غاسترايتس، وهذه الحالة يكون في بداية حدوثها وجود الفوميتنج، وبعد فترة زمنية راح يظهر الدياريا. ممكن أقول أنه الطفل مصاب بالغاسترو انترايتس. أما الحالة الثانية اللي أشك بها هي حدوث البروجكتايل فوميتنج، أي تحدث إصابة للسنترال نيرفس سيستم عند الأطفال بسبب إصابة بكتيريا المنينجايتس، وهذا ممكن أنه تؤدي الحالة إلى حدوث الفوميتنج. أما الحالة الثالثة هي حدوث UTI، التهاب في المجاري البولية، وممكن أنه يسبب حدوث الفوميتنج مع ارتفاع في درجة الحرارة. أما حدوث الإسهال، يجب أن نعرف الإسهال بالتعريف الصحيح، هو زيادة في عدد مرات الذهاب إلى الحمام وزيادة في عدد مرات الخروج، وهذا الزيادة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مرات زيادة في عدد مرات الخروج والذهاب إلى الحمام، ويكون شكل الخروج عبارة عن سائل أو شبه السائل. أسباب الدياريا عند حدوثها ممكن أشك في حالتين مرضية، هي الانفكشن والنن انفكشن. النن انفكشن ممكن بعض الأدوية تسبب الدياريا عند الأطفال، ممكن بعض الفيتامينات اللي تسبب الدياريا عند الأطفال، ومن أشهر الأدوية اللي تسبب الإسهال عند الأطفال هو الأمبيسيلين، أو مرات الحليب أيضا سبب رئيسي في حدوث الإسهال عند الأطفال، وتعرف الحالة هي اللاكتوز انتوليرانس. أما السبب الثاني في حدوث الدياريا هو الإنفكشن، وهذا الانفكشن يحدث بثلاثة أشياء: الإصابة بالفيرال، الفيرال انفكشن، وأهم الفيروسات اللي تصيب الجهاز المعوي عند الأطفال هو الروتو فيروس، أو الإصابة بالبكتيريا. كثير من البكتيريا اللي تصيب الجهاز المعوي عند الأطفال هي بكتيريا السالمونيلا والإيكولاي، والسبب الثالث هو الإصابة بالباراسايت الطفيليات، وأشهر الطفيليات اللي تسبب الدياري عند الأطفال هي الانتاميبيا والجياردية. الآن راح أتكلم أنه الإصابة بالنزلة المعوية قلنا هي 3 مسببات، هي الإصابة الفيروسية والبكتيريا والإصابة بالطفيليات، وراح نشوف شلون نميزها سريريا بالإصابة بأحد هذه الأسباب. إذا كانت هناك إصابة فيروسية، يعني إصابة بالفيروس، فراح نشوف أهم علامة سريرية تظهر هي الفوميتنج، وبعد فترة زمنية راح يبدي تظهر الدياريا، ونشوف أنه لا يوجد هناك ألم في منطقة البطن، ونلاحظ أيضا ارتفاع في درجة الحرارة، توصل درجة الحرارة إلى 38.5، ويكون شكل الطفل بعض الأحيان طبيعي وبعض الأحيان يعاني من خمول. أما عند الإصابة بالإصابة البكتيرية راح نشوف أهم علامة سريرية تظهر، وهو ظهور الدياريا اللي قلنا عليه هو الإسهال، وبعد فترة زمنية راح يبدي الفوميتنج يظهر. ونلاحظ هناك راح يكون سيفير أبدومينال بين، يعني ألم شديد في منطقة البطن، وارتفاع درجة الحرارة توصل من 38 إلى 39 درجة، وراح نشوف الشكل العام للطفل يكون توكسيك تعبان جدا. أما إذا حدثت الإصابة بالطفيليات الباراسايت راح نشوف فقط الدياريا، الفوميتنج ما راح نشوفه نهائيا، وما راح يعاني الطفل من
ألم في منطقة البطن، وإنما راح يعاني من تشنجات، وما راح نشوف ارتفاع في درجة الحرارة، وراح نشوف إنه وضعية الطفل طبيعية جدا وما يعاني من أي خمول. الآن راح أتحدث عن الفحص المختبر المستخدم في تشخيص النزلة المعوية عند الأطفال، وهذا الفحص يسمى بالجنرال ستول إكزامينيشن، فحص الخروج العام. ومن خلال هذا الفحص راح أشوف إنه هل كانت الإصابة بالفيروس أو بالبكتيريا أو بالطفيليات. لما نشك بأنه الطفل مصاب بالفيروس نسوي له فحص الخروج، وراح نشوف بالفحص المجهري للخروج نشوف لا يحتوي على باص ولا يحتوي على ميوكاس ولا يحتوي على بلد، وإنما نشوف شكل الخروج هو عبارة عن سائل ونشوف لونه باللون الأصفر. ومن أشهر الفيروسات اللي تصيب الجهاز المعوي عند الأطفال هو الروتا فيروس. أما إذا صارت الإصابة البكتيرية، ومن أشهر البكتيريا اللي تصيب الجهاز المعوي للأطفال هي بكتيريا السالمونيلا والإيكولاي، وراح نشوف بالفحص المجهري لهذه الإصابة وجود كميات عالية جدا من البص والميوكس والبلد، وراح نشوف شكل الخروج هو عبارة عن لونه مخضر ويمتلك رائحة قوية جدا. أما إذا صارت الإصابة بالطفيليات راح نشوف بالفحص المجهري للخروج للطفل المصاب وجود كميات عالية من الباص والبلاد والميوكس، ونشوف شكل الخروج أيضا هو عبارة عن لكويد وسيمي لكويد. ونستدل بالإصابة بالطفيليات أنه نشوف بالفحص المجهري أيضا على وجود الطفيلي ونشوفه بالعين المجردة. وكثير من الطفيليات هي الانتاميبيا الجياردية، هي هذه اللي تصيب الجهاز المعوي عند الأطفال. وبهذا يعني غطينا عن موضوع الغاسترونترايتيس النزلة المعوية عند الأطفال. إن شاء الله هذا الفيديو يعني غطى كل الموضوع، وإن شاء الله نلتقيكم في فيديوهات جديدة وحالات مرضية أخرى إن شاء الله. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.